أنت الغربية بني سويف، وهي القرية الخمستاشر في المبادرة. ودايماً يسعدنا وجودنا بين أهلنا في الصعيد. وأحب أرحب بالسادة المسؤولين اللي مشرفينا النهاردة، سيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، سيادة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، السيد الدكتور سيد عبد الباري نائبا عن وزير الاوقاف، سياده اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الاورمان، ونحب نرحب بسياده اللواء اركان حرب هشام الخطيب رئيس مجلس اداره مجموعه حديد المصريين، واخيرا بنرحب بالاب الروحي للمبادره اللي اصبحت بصمه مضيئه في العمل المجتمعي منذ انطلاقها في يونيو 2014، رجل الاعمال احمد ابو هشيمه. ودلوقتي هنعرض الفيلم التسجيلي للقريه. أحمد أبو هشيمة المؤمن بأهمية مبادرات المجتمع المدني. قرية تزمنت الغربية محافظة بني سويف، وهي القرية 15 ضمن مبادرة إعادة إعمار القرى الأكثر احتياجا في مصر. متطلبات تبعية يمكن ظروف خلتها صعبة، لكن إصرار تحقيق دور مكتمل في مساعدة الدولة في رفع كفاءة المستوى المعيشي وتغيير وضع القرى ما كانش مستحيل. بنفس الوضع ده فكريا متعبين في الشتاء، ده مش الحالة بتاعت العيال، ده الدنيا في برد الشتاء وحر الصيف والله مش مصدق، انا بحبه ولا مش مصدق والله، بس كلها عارف انت بتنزل على طول. تعبانه العربيه والله، كان هرس بنت والله، كان هرس بنت والله، والفراقه والنظر تنزل علينا والميه بتنزل علينا والسمس بتنزل علينا، والحمد لله ربنا يبارك في اهلي وخيري. في خلال شهور قليلة تم الانتهاء من اعمار 30 منزل واستكمال كل ما يحتاجه المنزل من امكانيات تتضمن حياة كريمة زي الاسقف والمحارة والدهانات
والأبواب والشبابيك والسيراميك ووصلات المياه والكهرباء وأيضا الأساس والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توزيع منح لتمويل 33 مشروع صغير وأكشاف تنموية، والتكفل بزواج 10 فتيات يتيمات، وتوزيع 5 أجهزة تعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة بالقرية، وتقديم خدمات طبية لعدد 75 حالة. سعادة أهل القرية بحلمهم في حياة كريمة وبيت آدمي كان هدفنا الأول، لكن مش نهاية المشوار، لسه في خطوات كتير. طبعا مش شكر واحد، بألف شكر وألف شكر كمان بصراحة القائمين على العمل. والله مبسوطين قوي 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 كمان يعني. أنا بدعو الأستاذ أحمد أبو هشيمة لإلقاء كلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. دايما بتشرف لما بنيجي قرية من القرى الأكثر احتياجا، اللي هي بتبقى ليها مكانة كبيرة جدا جدا في قلبي، زي ما انا بضرب مثلا ان انا بقعد ابني مصنع في 3 سنين في 15 قرية، ودي القرية رقم 15، بحس احساس نفس الفرحة لما بنعمل مصنع كبير لبلدنا، لان الحقيقة ان اهلنا في القرى الاكثر احتياجا هم يستحقوا حياة كريمة، وحياة حياة المصريين كلها يستحقوها. انا بحب اشكر كل المساهمين معايا في المبادره دي، وعلى جمعيه الارمان واللواء ممدوح اللي لف معايا كل القرى. احنا رحنا تقريبا كل قرى الصعيد، ورحنا سينا، ويمكن لسه دلوقتي متفقين على القريه الجديده في الفيوم، لان انا يمكن ما رحتش البلد الوحيده المقطعش في الصعيد هي الفيوم. بشكر سياده المستشار هاني عبد الجابر على استضافتنا وعلى كرمه، سياده اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه، الدكتور سيد طبعا نائبا عن وزير الاوقاف اللي هو كان المفروض يبقى موجود وانا مقدر اعتذاره. عايز اقول لكم ان شاء الله باذن الله احنا انا عن نفسي مكمل في المبادره دي، مهما كانت التحديات، مهما كانت الظروف، مهما كانت في مشاكل اقتصاديه او ما فيش، انا واعد نفسي وعد وانا هكمله، لان انا السعاده اللي بشوفها يمكن اكتر من اهل القريه. فأخيرا بس بشكر كتيبة الإعلام اللي لفت معنا كل الكرة، ورحت معنا كل محافظات الصعيد، ورحت معنا سينا، وإن شاء الله في خلال 2 أو 3 شهور هيبقوا معنا في الفيوم. يمكن أنا واللواء ممدوح اتفقنا في شهر يناير الجاي هيبقى افتتاح القرية في الفيوم. اسمها إيه يا أستاذ اللواء؟ اسمها طمية في الفيوم، علشان الالتزام اللي عليا خليفة يونس في مركز طمية في الفيوم، فإن شاء الله تبقوا معنا، وبشكركم شكرا جزيلا، ألف مبروك. كلمة اللواء ممدوح شعبان، فضلكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. السادة سيد محافظ بني سويف معالي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنا بقول فعلا الحمد لله رب العالمين، لكن أنا بقول كلمة للإعلام الإيجابي اللي احنا شايفينه ده واقع على الأرض. النهاردة القرية ديت حقيقي من 2014 حتى الآن 21,580 بيت زي اللي شفناه. في سنة 2019 فقط في مبادرة حياة كريمة اللي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، هتبقى دي قرية خارج الدولة بتعمل 270 قرية، إحنا بنعمل 188 قرية زي كده، من رجال الأعمال زي السيد أحمد أبو هشيمة، مؤسسات، بنوك، صندوق تحيا مصر اللي بيعمل 100 قرية لوحده ب 100 مليون جنيه. في عمل كتير. النهارده في شهر اكتوبر، شهر الامل، شهر المستقبل، شهر الكرامه، ان شاء الله كل انسان مصري هيعيش بكرامه بحياه كريمه في بيته. وحياه كريمه يا فندم انا بقول لسيادتك مش محور واحد، ده 4 محاور: محور الصحه، محور تنموي، محور مجتمع مدني. النهارده هنوزع زواج يتيمات، هنعمل مشروعات تنمويه، عمليات قلب، عمليات عيون،
الحمد لله مع بروتوكول وزارة الصحة نقدر نقول ان 95% من قوائم انتظار عمليات القلب، وانا بقرر عشان سيادة النائب انا بقولها 95% من عمليات القلب في قوائم الانتظار تعتبر انتهت. ان شاء الله ايدينا في ايدين بعض، مصر احلى، مصر اجمل، تحيا مصر. شكرا جزيلا. كلمة الدكتور سيد عبد الباري، حضرتك اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، وبعد. أحب أن أنقل تحيات معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وكم كان سيادته يتمنى الحضور للمشاركة المجتمعية أولا، ولأن هذه البلدة الكريمة هي بلدة نشأته وموطنه الأصلي، لكن الارتباط الذي طرأ على سيادته كان أشد من حضوره ومجيئه. فتحيات معالي وزير الأوقاف للحضور الكريم. وأنا شكرا جزيلا، وأنا على السبيل الشخصي سعيد سعادة بالغة للحضور والمشاركة في هذه الاحتفالية الكبرى التي هي برعاية معالي السيد المستشار الوزير المحافظ هاني بيه عبد الجابر، ومشاركة وحضور معالي الوزير اللواء محمود بيه شعراوي، والأستاذ السيد اللواء الكريم ممدوح بيه شعبان مدير عام جمعية الأرمان، والاستضافة الأصلية من السيد الأستاذ الكريم أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال الكريم المعروف بكرمه وعطائه ومشاركاته الاجتماعية في التنمية والتطوير، وله بذلك باع كبير، وطبعا بمشاركة ومعاونة معاونيه ومساعديه السيد اللواء الكريم ومن معهم أجمعين. لكم منا يا سيد أحمد خالص الامتنان والشكر والتقدير والعرفان على هذه المشاركة المجتمعية، وأسأل الله تعالى لك ولمساعديك دوام الصحة وموفور العافية ودوام التنمية المجتمعية لمصرنا الغالية والتي تحتاج منا في هذه الظروف الراهنة يعني مشاركات أكثر ومساعدات أعظم من هذا، والجهد الجهيد المبذول يحتاج أضعاف ذلك أضعافا مضاعفة. وزارة الأوقاف لها مشاركات مجتمعية ولها مشاركات تنموية، فضلا عن جهدها الدعوي الملحوظ انتهجت الوزارة في عهدها الحالي استراتيجية وخطة مدروسة ومعروفة ومنشورة لدى الجميع ولدى كل السادة الإعلاميين. بجوار خطتها الدعوية الملحوظة لها أيضا مشاركاتها أو مشاركاتها المجتمعية في تطوير بنية المجتمع المصري في هذه المحافظة الكريمة وفي هذا اليوم الأغر الميمون المبارك من أيام الله تعالى، احتفاء وابتهاجا واحتفالا بأعياد نصر أكتوبر المجيد. وزارة الأوقاف في هذا اليوم تفتتح 5 مساجد من الجهود الذاتية للوزارة تبلغ تكلفتها أكثر من 6 ملايين جنيه، كما أن الوزارة لها مشاركة مجتمعية في هذا اليوم أيضا برعاية كريمة من معالي المستشار المحافظ هاني بيه في توزيع 4 أطنان من اللحوم وفق المستهدف لمحافظة بني سويف 65 طن ليبلغ التوزيع إلى هذا اليوم 36 طن من اللحم. ثم مشاركة مجتمعية أيضا في بعض المقاعد لبعض الفصول الدراسية التي تحتاج إلى ذلك. لا أحب أن أطيل، لكن كم هذا اليوم يوم ميمون أغر مبارك. لكم منا يا سادة كل الامتنان وخالص الشكر والعرفان، ولكم خالص التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف. بسم الله الرحمن الرحيم، بأرحب على أرض محافظتنا بني سويف بسيادة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كما أرحب بسيادة الدكتور سيد شعلان نائبا عن وزير الأوقاف، وأرحب بالسيد اللواء مدير صندوق مدير صندوق جمعية الأرمان اللواء ممدوح شعبان، كما أرحب بالسيد
الأستاذ أحمد أبو هشيمة، رجل البر ورجل الأعمال ابن بني سويف. بداية أهنئ الشعب المصري عامة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، فتحية لجيشنا العظيم. محافظتكم بني سويف هي من المحافظات الرائدة في التنمية المجتمعية، في المساهمة والمشاركة المجتمعية. بني سويف حققت مشاركة مجتمعية من أعلى محافظات مصر في مجال الصرف الصحي وفي المجالات الأخرى من تجميل وخلافه. شعب بني سويف هو الشعب الوفي الذي يشارك حكومته ويدعمها في كل المجالات. نحن نشكر السادة الحضور ضيوفنا الكرام ونأمل منهم المزيد والمزيد. الآن زرنا المنازل الخاصة بهذه القرية ضمن 3 قرى في بني سويف ضمن 15 قرية على مستوى الجمهورية، وهي تجربة رائدة ومبادرة عظيمة، فضلا عن مبادرة حياة كريمة التي يتبناها السيد رئيس الجمهورية. فتحية لسيادته على هذه التنمية المجتمعية. لم تشهد مصر في عهودها السابقة هذه التنمية، هذه المشروعات القومية. فنحن دائما من وراء قيادتنا السياسية وبني سويف من أولى المحافظات الرائدة في هذا المجال. أكرر ترحيبي لمعالي الوزير اللواء محمود شعراوي والسادة الضيوف الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة معالي الوزير اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، السيد المهندس أحمد أبو هشيمة عضو المنتدب بمجموعة حديد المصريين، السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام ورئيس مجلس إدارة جمعية الأرمان، السيد الأستاذ دكتور سيد عبد الباري نائبا عن وزير الأوقاف. أود في البداية كلماتي أنني حضرت نيابة بالأصالة عن نفسي ونيابة عن السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وأعضاء حكومته، وبالأصالة عن نفسي أهنئكم بحلول الذكرى 46 من انتصارات أكتوبر المجيد، والذي أثبت فيها الشعب المصري قدرته على تحدي الصعاب والتواجد خلف مؤسساته. لقد كانت أكتوبر 73 بداية لمرحلة متتالية من النضال الوطني من أجل عبور التحديات واجتياز الصعاب وبناء دولة حديثة متقدمة تشهد معدلات تنموية مرتفعة وينعم مواطنيها في الأمن والاستقرار والعيش الكريم. أنا يمكن نتكلم بورق أو غير ورق، لكن عايز أقول إن إحنا من سنة 2014 منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد، وهو يولي المواطن المصري وهي أولى أولوياته الاهتمام الخاص به ويضع هو الأساس في كل شيء. منذ أن تولينا وتشرفنا بالوزارات التقى بنا وقال بلفظ واحد كده أن المواطن لابد أن يشعر ويحس بالإصلاح الاقتصادي وإيه اللي تم عشان يقدر يقول المواطن أن فيه فعلا تحقق ثورة جديدة بشكل جديد بنماذج جديدة. من سنة 2014 ورقة الأعمال رجال الأعمال يتوافدون ويتسابقون في أعمال الخير، بالإضافة للجمعيات الخيرية والدينية وعلى رأسهم جمعية الأرمان. ثم تولت أكد سيادته في بداية العام الحالي على أهمية المشاركة الشعبية ومشاركة الحكومة بصورة فعلية في حياة كريمة. حياة كريمة
التي كدولة بتقوم بيها. في السنة اللي فاتت بدأت في أعمال إعمار المنازل بالمشاركة مع الجمعيات المختلفة والخيرية المختلفة والمجتمع المدني، ثم تأكدت وبدأنا فيها مرحلة جديدة وخصصت لها مبالغ مالية. أول بداية مالية خصصت للجمعيات والقرى في القرى الأكثر احتياجا كان في مارس 18-19، وحددت لها الدولة 1.3 على مستوى 5 محافظات في صعيد مصر. تنفذت المشروعات في 3 شهور 1.2 مليار جنيه، نفذت مشروعات اللي طلبها المواطنين في القرى وفي المدن، تم تخصيصها مخصوصا للقرى الأكثر احتياجا. ثم تم بعد ذلك بعد الاستشعار الأخير والفحص الأخير وقلنا نشتغل على القرى الأكثر احتياجا فما فوق 55% فما فوق، فبدأنا باختيار 1000 قرية تتعدى 55%، ثم اخترنا منها 270 قرية تتعدى 70%، وخصصت ليها السنة دي مبلغ 6.6 مليار جنيه. وقسمت واحنا في اجتماعات ما زالت وفي بدأنا بالفعل على أرض الواقع، واجتمعنا مع السادة المحافظين عشان نطلب نشوف المواطن ايه اللي محتاجه في كل قرية من القرى اللي احنا حددناها السنة دي 145 قرية، وتم تحديد المشروعات دي وان شاء الله هناخد فيها قرار بإذن الله تعالى من مجلس الوزراء بالأمر المباشر بنسرع في عمليات التنمية في القرى. أنا بقول إن الدولة لوحدها الموضوع صعب، عندنا 4700 قرية موجودة بخلاف العزب والنجوع الموجودة حواليها. المدن ما كانش فيها صرف صحي، كنا وصلنا ل 11% في الأول، حاليا دلوقتي وصلنا ل 34%، بنخدم عدد سكان كبير، مشروعات صعبة وبلغتها مبالغ كبيرة جدا، تكلفتها عالية، ولكن بنحاول بقدر الإمكان إن احنا بننفذها فعليا بالمشاركة مع الجمعيات ومع رجال الأعمال المخلصين. احنا ماشيين في اتجاه وفي اتجاه موازي، رجال الأعمال بتكون بنفس الأعمال، وزي ما قالوا الزملاء قبلية العدد اللي تم سواء من جمعية الأرمان والجمعيات الأخرى، سواء من إحدى رجال الأعمال الشرفاء أحمد أبو هشيمة، وإن هو طور القرية 15 مشاركة مع الأرمان فيها. وأنا شخصيا سعيد جدا 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 باللي شفته وما شفته قبل وما بعد، ودي أهم حاجة، إن المواطن يحس إنه فعلا عايش حياة كريمة بمعنى الكلمة، يعني بيت مقفول بحيطان بسقف تحميه من خارج، مبقاش مكشوف للناس، فيها مية شرب، فيها توصيلات صحية، بني آدم مصري يليق بالإنسان المصري الطبيعي. إن شاء الله بإذن الله تعالى إحنا نأمل بإذن الله، إذا كنا إحنا دلوقتي بنبدأ الخطوات، لكن إن شاء الله الخطوات القادمة أسرع وأحسن بإذن الله، إن شاء الله تحت قيادة السيد الرئيس بإذن الله سنصل إلى أقل ما الفقر ممكن تصل إليه في مصر، وإن شاء الله نرتقي، وإن شاء الله نبقى مصر تبقى يعني أم الدنيا. وتحيا مصر. شكرا سيادة الوزير. دلوقتي هنبتدي تسليم البيوت للمستحقين. فاطمة عبد المنعم، ريهام عبد الظاهر، ريهام عبد الظاهر، نوال جلال، نوال جلال، لازم الراحة علشان شعبان.
خديجة عامر، فاطمة فؤاد. فاطمة فؤاد قولي عشان ما تلخبطوش الشيكات. سحر محمد. سحر محمد. داليا ناصر. داليا ناصر. دلوقتي توزيع الأكشاك التنموية. شيماء خليل. توزيع الأكشاك شيماء خليل عبد العظيم. الحسيني عبد الجواد. الحسيني عبد الجواد. عبد الرحمن شكري. رمضان. رمضان حسن محمود. دلوقتي هنوزع الكروت للمشاريع الصغيرة. نجلاء عبد الباسط حسين. نجلاء عبد الباسط حسين. مين بعد اذنكم يا جماعة لو سمحتم؟ منال رمضان. منال رمضان. منال رمضان لبيب. قروض. بعد اذنكم لو سمحتم. عبير ابو الخير. عبير ابو الخير. بس كده خلاص ولا لسه عمليات قلب؟ ثواني. لازم معلش بالراحه.